واليوم لحظة ديمقراطية بامتياز في مؤتمر الحمد لله، على الرغم من انه مؤتمر استثنائي داز في واحد الاجواء ديال الاخوه وديال الحوار، رغم وجود وجهات نظر مختلفه، وهذا طبيعي. دائما كنقول حزب عدالة والتنميه ليس حزب ستاليني، حنا كنعتزوا بالمقاربات المختلفه، بالاراء المختلفه، بوجه النظر المختلفه، واحيانا كتكون متناقضه، ولكن حنا عندنا التزام بالقوانين ديالنا والتزام بالمؤسسات ديالنا وبالقرار ديال هذه المؤسسات. اظن بان اليوم حزب عدالة والتنميه مره اخرى كيعطي واحد الدرس الاضافي للحياه السياسيه الوطنيه. بطبيعه الحال حنا ما كنستصغروا حتى شي حزب سياسي ولا كننتقصوا منه، ولكن هذا شيء ايجابي انه نشوفوا حزب عدالة والتنميه كيعطي هذا المثال الاخر مره اخرى فواحد الجو راقي، فواحد الجو حضاري. ونتمنى استاذ عبد الاله بن كيران، ونتمنى له كل التوفيق في المهام ديالو، ونتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله.